عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. الصبح صورت لكم الشتاء والجو كان كله مطر وصعب جدا. دلوقتي بصوا تغير تام في الجو. دلوقتي انا مصور من كليوباترا، هنا الساعة حوالي 5:15. بصوا الشمس. حبيت يعني تشوفوا معايا ان الجو كويس ومفيش اي مشكلة. للي حابب طبعا يجي اسكندرية يشرفنا. لسه الجو حر، الشتاء كان الصبح، لكن دلوقتي الشمس طالعة والجو جميل جدا. مش قادرة اوصف لكم بقى الهواء وريحة البحر عاملة ازاي. هنا طبعا الناحيه دي سيدي جابر الشيخ ومجمع الكافيهات والمطاعم اللي هو سيتي سكوير الناحيه دي. وهنا في كافيه ويف معروف، كان في فرع تاني منه في سبورتنج، بس هنا ده الفرع بتاع سيدي جابر. شايف المركب اللي هناك دي جميلة قوي بجد. بصوا الشمس، سبحان الله تغير تام في درجة الحرارة. يعني الصبح احنا قلنا الدنيا هتشتي سيول بقى وهيبقى طول اليوم شتا، بس دلوقتي الشمس طلعت والجو حلو، يعني هو جو خريف. الجو ده يعني من اجمل الفترات اللي انا بحبها، بيبقى الجو ولا حر ولا ساقعه وحلو كده هوا. الناحيه دي طبعا كليوباترا وفندق الحرم اهو. طبعا انا حبيت اشارككم الاجواء بعد طبعا ما الفيديو بتاع الصبح لو كنتوا شفتوه. كان شتا جامد قوي، انا كنت مصوره لكم والله من مكان شغلي، يعني لقيت الدنيا بتشتي جامد قوي، قلت لازم اشارككم اللحظه وتشوفوا الاجواء عامله ازاي. في تغير تام فعلا في درجات الحراره بقى لها كذا يوم. يعني بيقولوا عليها نوة اسمها نوة الصليبة. طبعا دي لسه، دي مش النوة بتاعت شهر 11 اللي هي نوة المكنسة، لا طبعا هي بتبقى 16/11 تقريبا بتبتدي، بس هو الشتاء السنة دي بدأ بدري، بس برضو الجو لسه حر واحنا لسه مصيفين يعني. وهنا برضو بصوا البحر، رغم ان هي مش منطقة نزول بس البحر مش عالي، يعني بصوا البحر برضو مش زي ما قبل كده. كان في فيديوهات تانية كان البحر بيبقى فيها عادي جدا، كنت مصوروها معاكم. بصوا في كده اللسان، ده مجمع كافيهات برضو سيدي جابر على البحر على طول. في كمان سيرك اللي هو تقريبا السيرك الايطالي. مستمتعين بالاجواء؟ بصوا انا باجي على البحر هنا بنسى نفسي بصراحه، ريحه البحر جميله قوي وفعلا بتغير المود وبتغير النفسيه تماما. قولولي بقى لسه بتيجوا اسكندريه الناس اللي هم بيجوا مصيف لسه بتحجزوا وتيجوا؟ يعني هو الجو حلو، يعني مش حتى الهواء مش ساقع. يعني الناس اللي رجعت المدارس طمنوني عليكم بقى، عاملين ايه في المدرسة؟ طبعا زعلانين زينا احنا صغيرين، كنا برضو بنزعل كده لما المصيف يخلص ونرجع المدرسة. دلوقتي بقى بنزعل لما المصيف يخلص ونرجع الشغل.
شكله في ماركت بعيد خالص، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. ناس كتير على البحر اهو، في قعدات قدام وريتها لكم قبل كده في فيديو برضو كنت مصوراه معاكم بالليل، كان بيبقى في قعدات في كليوباترا بالليل على البحر حلوه قوي. في ناس برضو قاعده دلوقتي، يعني في ناس قاعده في الكراسي اللي قدام دي على البحر. بس برضو السما بصوا فيها سحب، يعني هي برضو ايه مش رايقه، برضو الشمس بتروح وتيجي، بس عشان هي احنا كده قربنا على المغرب، بس لسه بدري يعني، برضو لسه شويه والجو يعني ايه متغير، بس زي ما قلت لكم مفيش ساقعه، احنا لسه مصيفين عادي. هي غيمت خالص، روح وتيجي. طبعا في فيديوهات كتير هشاركها معاكم الفترة الجاية، طبعا برضو عن اسكندرية وحالة الجو، ولو في اماكن برضو معينة في دماغكم حابين اصور عندها تقولولي برضو في الكومنتات، وانا هصور لكم الاماكن اللي انتوا ايه عايزينها. بس هو كلب وانا بخاف بترعب من الكلاب، بس هو حاطط له كمامة يعني. طبعا اللي مش حابب القعدات اللي على البحر على طول دي، في طبعا زي ما قلت لكم الكافيهات بتقدروا برضو تقعدوا وتبقوا قريبين من المايه وتستمتعوا. كافيه ويف ده على البحر على طول، حلوه قوي يا جماعه. انا جربت كافيه ويف برضو موجود على القناه عندي، بس اللي هو في سبورتنج قدام، مش عارفه انتوا هتعرفوا تشوفوه ولا لا، قدام شكل السما مع البحر وهم. الهواء جميل وريحة البحر جميلة جدا. مستمتعين بالأجواء زيي؟ يا جماعة بتحبوا بحر اسكندرية اكتر ولا مطروح؟ اسكندرية بحرها حلو، بس انا بحب مطروح برضو. انا حبيت اشارككم حالة الجو عشان اللي لسه حاجز وجاي اسكندرية بيحب يعني الجو الخريفي، والجو ممتع وحلو جدا يعني، الحمد لله مفيش شتاء وكان الصبح بس. اللي عايز يعني يجي طبعا ينور. في ناس بتصطاد قدام، شايفين احلى مكان الاسكندرانية لكل الناس برضه هو البحر. احنا بنحب البحر في الشتاء بصراحة، بس طبعا في الشتاء بيبقى صعب جدا، بيبقى ساقعة والمية ممكن تطلع لو حد بره بتبقى عالية قوي. انا هشارككم برضو الاجواء دي ان شاء الله في الشتاء برضو. من اول بداية النوات كده هنزل لكم فيديوهات كتير جدا على القناة. بس انتوا بقى ايه يعني ادعموني بلايك كده واشتراك عشان طبعا يوصلكم الفيديوهات اللي انا هنزلها الفترة الجاية وتبقوا معايا لحظة بلحظة. بصوا كان ده غطاس طلع من المية، مش عارف ومش مبلوق، مش عارف ومش لابس بدلة غطس، فهذا هو معاه انبوبة اكسجين كده
هختم معاكم بقى الفيديو من اجمل مكان بحبه جدا، بحر اسكندريه. طبعا يا رب يكون الفيديو عجبكم واتطمنتوا على الاجواء اسكندريه للي حابب يجي. وطبعا هشوفكم فيديو جديد، وشكرا ليكم ولدعمكم، بحبكم قوي. باي باي.